بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة النهاردة هي المحاضرة رقم 1، وبنتكلم فيها عن السيركت فاريبلز في كورس الهندسة الكهربية، أو اللي هو الهندسة الكهربية وتحليل الدوائر، اللي بنسميه اختصارا هو كورس إلكتريك سيركتس 1. طبعا احنا في الكورس ده يعتبر مش بنقدم حاجة جديدة عن اللي انت خدته في الثانوية العامة في مقدمة الكورس. طبعا مش كورس كله، يعني اول 2 شابتر تقريبا او اول 3 شابتر حتى، احنا ستيل بنتكلم عن مصطلحات انت اخدتها قبل كده في الثانوية العامة او مرت عليك في مرحلة التعليم السابق وكده، واحنا بنعيد صياغتها معاك مرة اخرى، لان احنا من هنا ورايح بنهتم بالجانب الهندسي او بنهتم بمفهومها واسقاطها على الالكتريكال انجينيرينج، على الهندسة الكهربية. مبدئيا كده كلمة electric circuit او الدائرة الكهربية ايه المقصود بيها؟ انا بعمل mathematical modeling عشان اعمل بيه approximation behavior بتاع electric system معين، يعني بعمل نمذجة رياضية علشان اقرب بيها سلوك نظام كهربي في الحقيقة. زي مثلا على سبيل المثال الدائرة اللي موجودة على اليمين دي، ده عبارة عن بطارية موجب سالب، بقى الاطراف بتاعتها ممكن تكون 12 فولت ايا كان يعني، وده السويتش المفتاح اللي انت لما بتضغط عليه بصباعك بتنور الدائرة او يعني بتشغل النور، ودي اللمبة. فده السيستم في الحقيقة، واللي متوصل ما بينهم ده السلك النحاسي او سلك الكهرباء اللي ماشي في الحيطة. ده تيبيكال الكتريكال سيستم. لما اجي احب ارسمه في دايره عشان يعني جزء من تصميم او حاجه زي كده، مش هرسم انا المنظر ده، لا انا برسم سيمبلز معينه ورموز احنا متفقين عليها، احنا اللي هم مين؟ كل من يتعامل في مجال الهندسه الكهربيه بنرسم الدوائر دي بلغه واحده وكلنا بنفهمها. فده مثلا ده شكل اللمبه اللي بقول عليه اللايت بالب او اللامب، وده شكل البطاري البطاريه بتاعتي، وده السويتش بتاعي. طول ما هو مفتوح كده معناه ان مفيش كونكشن موجوده في المكان ده، والدايره دي مش شغاله. وانس ان انا بضغط عليه فبعمل ستام في الاتجاه المعاكس، فيبدا التيار بتاعي يتحرك في الدايره ويلف ويشغل لي ايه اللمبه او ايا كان السيستم بتاعي. فانا الهدف بتاعي في كورس الكتريك سيركتس ان انا بدرس دوائر هي عباره عن ماثيماتيكال مودلنج لنظم حقيقيه موجوده في الواقع. بيفكرك بالروابط اللي انت كنت بتاخدها في الكيمياء، اخدتها كتير قوي في الكيمياء، اللي هو مش عايز هو يفكرك بفكرة الرابطة اللي هو الكوفيلنت او التساهمية والرابطة الايونية والكلام ده، هو مش عاوز ده. هو عاوز يفكرك ان في ذرات بتبقى موجودة في الحقيقة عندها اتزان، يعني فيها مفيش الكترونز في المدار الخارجي محتاجة انها تعمل حركة اضافية عشان تستقر. هو قايل ان في ذرات تانية عندها مثلا من 1 و2 و3 الكترون و4 الكترون، فعندها قابلية انها تسيب المدار الاخري اللي هو الفاينل اوربت بتاعها وتروح لذرات اخرى ترتبط معها بروابط عشان سعيا للاستقرار. في ذرات تانية بتبقى عندها 5 الكترونز وبتبقى بتدور على انها تكتسب الكترونز تانية من ذرات اخرى. حركة الالكترونز من وإلى الذرات بداخل الاليمنت وكده، دي بنسميها ايه؟ اللي هي الشحنة، الكيو. فالكيو اللي هي الشحنة الرمز بتاعها عندنا في الالكتريك سيركت رمزها كيو، والوحدة القياس بتاعتها هو الكولوم، ماشي، هو برضو الكولوم بالعربي، والوحدة بتاعته السي. الشحنة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة من الالكترونز، يعني دي فيها عدد من الالكترونز الصغيرة اللي هي ايا كان بقى الشحنه بتاعتها، واحد تقريبا 0.6 × 10⁻¹⁹ حاجه زي كده. فالشحنه دي كيو عباره عن ان من الالكترونز، في عدد كبير جدا من الالكترونز. حركه الالكترونز الدايمه هي دي بتعبر عنها ايه؟ التيار الكهربي او الالكتريكال كارنت. فطول ما في حركه للالكترونز فده معناه ان في الكتريكال كارنت ماشي في الدايره. فبيعرف الالكتريكال كارنت او الكتريك كارنت على ان هو الريت اوف تشارج فلو، هو معدل سريان الشحنة. ولما بقول معدل، أول ما تشوف كلمة ريت ديت بنترجمها رياضيا لدي باي دي تي، يعني دي على دي تي، وتحط جنبها الكلمة اللي هو قالها. يعني هو قالك ريت اوف تشارج فلو، يبقى معدل سريان الشحنة، يبقى حط الشحنة، يبقى هو عبارة عن دي كيو باي دي تي. يعني لو انا اديتك التيار الكهربي وانت عارف الشحنة، او اديتك الشحنة تقدر مثلا تعرف عدد الالكترونز اللي تسببت في مرور التيار ده ايه. الوحدة بتاعت الكارنت هي عبارة عن الكولوم بير سكند، بس دي مش وحدة بنستخدمها، احنا بنستخدم طبعا الامبير اللي هي وحدة القياس الستاندرد بتاعتي في الدايرة. قالك لو عندك تو بوكس مثلا، بوكس A وبوكس B، في تيار كهربي ماشي ما بينهم، فهو بيقول لك ان دايركشن اوف الكترونز، حركة الالكترونز بتاعتك اتجاه التيار الالكتروني هو ماشي من التيرمينال السالبة للتيرمينال المجمع، ده الوقت الاتجاه اللي هو الالكتروني يعني.
بس احنا بنقول ان conventionally ال direction of ال current احنا دايما بنقول عليه من ال positive to ال negative terminal. ايا إن كان انت هتلاقي في الدايرة بتاعتك لما بيكون في عندك مصدر تيار كهرباء بالشكل ده موجب سالب، فاحنا دايما بنقول ان الاتجاه الالكتروني او ال conventional current بتاعي هو اللي ماشي كده من السالب دي الموجب، وبنشتغل عليه في الدايرة، وده هنشوفه بالتفصيل. عشان الالكترون تتحرك من التيرمينال ماشي من السالب مثلا تمشي دي الموجب، لازم في حاجه تزقها ماشي، فبنقول عليه اللي هو قوه الدفع الكهربيه، او بلاش قوه الدفع الكهربيه عشان دي لها مصطلح تاني، اللي هو المضخه بتاعه الجهد او مضخه الالكترونز اللي هي الالكتريك فولتج. فيعرف الالكتريك فولتج على انه ايه، على انه هو معدل الجهد المبذول علشان احرك الشحنات ما بين النقطه دي النقطه التانيه، وبالتالي اقدر اقول ان الفولت اللي عندي هو عبارة عن معدل الشغل المبذول لتحريك الشحنات، يعني دي دبليو باي دي كيو، والوحدة بتاعته هي الفولت. طبعا واحنا بنستنتج سواء الفولت او الكارنت مش بالطريقة دي، هنعرف ان التوبيك او الهدف بتاعنا في الكورس باستخدام قوانين تانية خالص، بس ده لا يمنع ان القوانين دي موجودة. يبقى الفي بيساوي معدل اللي هو الشغل الموجود على دي كيو اللي هو معدل تغير الشحنات. بيديني مسألة هنا بسيطة، بيقول in electronic circuits it's not unusual to encounter current in micro ampere range. يعني هو هنا عايز يقولك ان التيار هيبقى في المايكرو امبير رينج، بس بيمهد لك المعلومة، بيقولك ان في الدوائر الالكترونية الموضوع ما هوش غريب ان انت تلاقي التيار في الرينج المايكرو امبير. وقيمته هنا الاي عبارة عن 35 مايكرو امبير. طيب due to the flow of electrons نتيجة لسير الإلكترونات، what is the average number of electrons per second that flows through a fixed reference cross section that's perpendicular to the direction of the flow. عاوز يعرف متوسط عدد الإلكترونز، عايز يعرف number of the electrons اللي هتمشي في موصل عنده fixed cross section وعمودي على اتجاه سريان الشحنات. طب ليه بيقول المعلومة دي؟ هي مش هتفيدني هنا في حاجه، لان احنا زي ما اتفقنا ده هندسه كهربيه، انا مش بدرس فيزيكس، بس من الجدير بالذكر ان سريان الشحنات في موصل منتظم في مساحه المقطع، يعني لو انا جيت وقطعت كده ماشي، فهلاقي ان مساحه المقطع بتاعته منتظمه عند اي سيكشن موجود، فبالتالي ان الكرنت بتاعي اللي هو ال 35 مايكرو امبير ده هيكون متوزع بنفس الكثافه على نفس النقط او نفس الاماكن الموجوده في الموصل. فدي معلومه بيحطها على اساس ان اكنك بتستعرض المعلومات لاول مره. زي ما قلنا في السلايد اللي فاتت، انا بقول ان الاي هو عباره عن معدل سير الشحنات بير سكند اللي هو كان دي كيو باي دي تي، يعني لو انا بحولها للشكل الثابت فهو عباره عن عدد الشحنات اللي بتمر في الثانيه الواحده. فاذا هو قال لي ان انا عندي عاوز عدد الالكترونز اللي ماشيه في الثانيه الواحده، يبقى عايز النمبر اوف الالكترونز اللي ماشيه خلال ثانيه واحده. ما هي النمبر اوف الالكترونز دوت اللي هو الكيو، احنا اتفقنا ان الكيو بتساوي عدد ان من الايه الالكترونز. فلو انا بقول ان التيار 35 مايكرو امبير، فهو هيساوي ان اللي هو عدد الالكترونز اللي انا ما اعرفهاش في الشحنه بتاعه الالكترون الواحد اللي هي المفروض بتبقى جيفن، يعني من هنا هقسم ال 35 مايكرو على ال 1.6، يطلع عندي ان عدد الالكترونز الموجود في المساله كام. طيب الالكتريك سيركت كومبوننتس، الحقيقه احنا بنقول على كل مكونات الدائره الكهربائيه ان هي اليمنتس، يعني انا ممكن اقول جنرال سبيكينج ان الدائره الكهربائيه بتتكون من مجموعه من الاليمنتس، بس هنا في السلايد عايز يفرق لك ما بين حاجه اسمها اليمنتس وحاجه اسمها ايه السورسز. الاليمنتس هي المكونات اللي هي بتستهلك الطاقه او بتخزنها، زي الريزيستور اللي هي المقاومات او المكثفات او المكثفات او الايه الملفات، ريزيستور كاباستور او كويل. الكويل طبعا ده شكله ثابت اللي هو الشكل الحلزوني، ده شكل المكثف، ممكن يكون شكل مكثف كده، ده اشاره ان ليه موجب وسالب، ده كده ملوش بولاريتي، ده يعني احنا ممكن نقول بصفه عامه ان احنا بنستخدم الرمز ده، بس عادي جدا انك لو لقيت على دايره شكل زي واحد كده وبعد كده حرف سي كده جنب منه، ده برضو مكثف ولكن ليه بولاريتي، دي مقاومه. اما المصادر فهي عندي حاجه من الاثنين، اما انها بتكون فولتج سورس او انها بتكون كارنت سورس، مصدر بيطلع فولت او مصدر بيطلع كارنت. واحد يقول لي يعني هو اللي بيطلع فولت وما بيطلعش كارنت، هقول له لا، هي الحكايه مش كده، الحكايه ان المصدر اللي بيسبلاي سيرتن فولتج ماشي، يعني احنا نعرف دلوقتي لما بقول انا عندي فولتج سورس قيمته
بيطلع مثلا 25 فولت، فده معناه ان لو انت وصلت على الاطراف بتاعته اي لود، يعني مثلا وليكن ريزيستنس موجوده كده، هيديها 25 فولت بغض النظر هي سحبت التيار قيمته كام. فالاصل هنا ان هو بيسبلاي فولت، على عكس بقى الكارنت سورس. لما بقول ان انا في عندي كارنت سورس كده ماشي، وده بيسبلاي كارنت قيمته 1 امبير للود ده، فده معناه ان مهما كان قيمه الفولت اللي وقع على المقاومه اللي عندي دي، فهو هيطلع قيمه ثابته من التيار. وهنعرف ده بالتفصيل ان شاء الله متقدما، يعني او في مرحله متقدمه من الشرح. المقاومات والمكثفات والريزيستورز، او الريزيستور والكاباستورز والكويلز، بدل ما بقعد ارسمها بالاشكال دي والحاجات دي، بعملها شكل كده تقريبي واقوم حاطلها البوكس المقفول. البوكس المقفول ده قد يعني ان هو مقاومه وقد يعني اي حاجه. المهم ان البوكس المقفول ده انا بطلق عليه بصفه عامه اللودز او الاحمال، اللي هو حمل، جمع كلمه حمل. الحمل اللي هو يعني حاجه بتستهلك او بتخزن، مش عايزه اقول انها تستهلك واوحد الكلمه، لان احنا المقاومات هي بتكونسيوم الباور، يعني هي دايما بتستهلك الطاقه. ولكن في عندي حاجات زي الكاباستورز والكويلز ممكن تستهلك ممكن تكونسيوم وممكن تديليفر الباور لو هي مخزناه. نيجي بقى عند اهم موضوع في المحاضره بتاعت النهارده، هو ان انا ازاي بقى اتعامل مع الدائره الكهربيه اتجاه التيار بتاعي. ففي عندي حاجه اسمها الباسيف ساين كونفنشن. الباسيف ساين كونفنشن دي القاعده اللي احنا ماشيين عليها، واللي بتقول ان الكرنت انتر ثرو ذا باسيف ساين كونفنشن از ساتسفايد وين ذا كرنت انترز ثرو ذا بوزيتيف اللي هي بلس ماركت تيرمينال اوف ان اليمنت اس شون. يعني دايما بيقول لك انت، هي لها وجهه النظر، بيقول لك ان دايما بقول ان التيار او الباسيف ساين كونفنشن متحققه لو التيار بتاعي دخل في التيرمينال الموجبه بتاعه اللود ماشي، او الريزيستنس على حسب يعني. فهو بيقول لك ان بتكون القاعده متحققه، ساتسفايد يعني متحققه، لما التيار يدخل ثرو البوزيتيف يعني الاتجاه الموجب، البوزيتيف تيرمينال اوف ان اليمنت للاليمنت اس شون ماشي. Whenever في برضو الحته الاولانيه دي احنا ما قرناهاش، whenever the direction of current is same as the direction of voltage drop across the element using a positive sign in any expression relating the voltage with current, otherwise use a negative sign. يعني طول ما انت التيار بتاعك داخل في التيرمينال الموجبه، فانت لازم تستخدم الاشاره الموجبه وانت بتعبر عنه. دخل في السالب هتستخدم الاشاره السالبه. يعني احنا مثلا عند التيار زي ده خارج من الموجب، لو انت لفيت معاه كده هتلاقيه دخل على الموجب بتاع المقاومه. فلما اجي احب اكتب جهد المقاومه هقول موجب الفي ار، وهلف كده مع التيار واخليه يكمل معايا، هلاقيه دخل على الكرنت سورس الفولتج سورس في التيرمينال السالبه، يبقى عندي الفولتج سورس سالب الفي اس. وده بديهي، في حاجه طلعت طاقه، يعني ده صرف من عنده طاقه عشان يغذي المقاوم، فيحصل بالانسنج في الدايره ماشي. فهو هنا بيقول لك بصفه عامه مهما كان اللي قدامك، في عندك بوكس اهو خرج منه تيار ودخل على بوكس تاني، لو دخل على الموجب يبقى الباور او الفولت اللي داخل عندي ده بالموجب، لو دخل على السالب يبقى الكرنت اللي عندي ده الفولت اللي عندي ده ايه بالسالب. وهنا بيعرفك باب قوانين الباور، ان الباور عباره عن الاي تربيع في الار. لو انت عايز تعرف الباور، الباور اللي استهلكت من المقاومه دي، فبقول ان هي عباره عن تربيع الكرنت اللي مشي فيها في قمه المقاومه، او عباره عن الفي سكوير على الار، الجهد اللي واقع على المقاومه سكوير يعني مربع على قمه المقاومه نفسها، او عباره عن قيمه الكرنت اللي مشي في المقاومه في قيمه الفولت اللي واقع على المقاومه. لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها واللحظات اللي جايه كلها، الثلاث مصطلحات عندنا واحد بنعتبرهم، هي مجازا الباور، والوحده بتاعتها هي الوات. طول ما احنا اللودز بتاعتي او الاحمال بتاعتي ما هي الا مجموعه من المقاومات، فبقدر اقول عليها ان الوحدات كلها واحده. هنعرف ان شاء الله في شابتر 9 تقريبا الترم اللي جاي ان لا، هما الثلاث مصطلحات في اختلاف في القيم اللي طالعه، وفي اختلاف بان انا احسب الباور اللي واقع على مقاومه من الباور اللي واقع على اي اليمنت تاني. احنا عارفين دايما ان الانرجي هي بتساوي تكامل الباور، يعني الانرجي لما احب احسب الانرجي بتاعتي فاقول هي عباره عن تكامل الباور بتاعتي خلال فتره زمنيه محدده، يعني من تي نود لتي في الدي تي. طب لو انا بقى معايا الانرجي وعايزه اجيب الباور، بنعمل العكس، التكامل عمليه عكس التفاضل. فانا لو فضلت الطرفين هجيب قيمه الباور، فبقول ان الباور عباره عن الدي دبليو على الدي تي. وحده قياس الباور هي الوات، وحده قياس الانرجي هي الجول او الكيلو جول على حسب ما تحب تستخدم في الدايره.
هنا بقى بنيجي عند الخلاصة المهمة، بيقول لك ان لو الكرنت دخل في التيرمينال السالبة، احنا اتفقنا ان هو لو دخل في التيرمينال الموجبة يبقى الجهد الواقع عليه موجب. لا، في معلومة كمان بنزودها، بنقول ان هو لو دخل على التيرمينال الموجبة الباور اللي عليه هي كمان هتكون موجب، ولو دخل على التيرمينال السالبة الباور اللي عليها هتبقى بالسالب، لان الجهد اللي عليها هيبقى واقع بالسالب. طب انا استفدت ايه؟ يعني انا عندي حالتين، باور اكبر من الصفر اللي هي الباور الموجبة، وعندي باور اقل من الصفر اللي هي الباور الايه النيجاتيف اللي هي السالبة. قال لك لو الباور بتاعتك اكبر من الصفر والباور بتاعتك موجبة، معناها ان الباور دي راحة للسيركت انسايد ذا بوكس. مش احنا كنا بنتكلم عن صندوقين قدام بعض، واحد منهم مطلع تيار كده وداخل في التاني، وقلنا لو هو داخل في الموجب بيبقى الباور بتاعتي دي ايه؟ بالموجب، اكبر من الصفر. فده معناه ايه؟ معناه ان الباور رايحة للدايرة اللي جوه الصندوق دي. طب ولو الباور دي طلعت بالسالب، فده معناه ايه؟ باور اقل من الصفر. من الصفر معناه ان اتجاه التيار ده كان داخل على النيجاتيف تيرمينال، فمعناه ان الباور متاخده من الصندوق ده، يعني ده اللي بيطلع الباور لليمة التانية. نترجم الكلام ده ازاي؟ لو انا بقول ان انا عندي هنا اب، ماشي، ده مثال تاني، وعندي هنا ابن. لو انا بقول ان الاب ده كان معاه 100 جنيه، ماشي، والابن ما كانش معاه فلوس او كان معاه قدر معين من الفلوس، الراجل ده طلع من جيبه 10 جنيه واداها للابن، فالابن بقى معاه ايه؟ 10 جنيه على الفلوس اللي معاه، او ما نعرفش هو معاه ولا معهوش يعني. المهم ان الفلوس اللي مع الاب دي اللي كانت 100 قلت، صح، بقت اقل من 100، يعني بقت الرقم اقل، فالبار بتاعته هنا ايه؟ بالنسبة له نيجاتيف، خسرت. انما الابن بالنسبة له البار عبارة عن ايه؟ بوستيف، زاد، سواء كان معاه صفر او معهوش، فالبار او الفلوس اللي معاه ايه؟ زادت. لو انت بتتكلم كأب فبتقول ايه؟ ان الفلوس اتاخدت مني، الفلوس اتاخدت مني يعني ايه؟ taken from me، يعني او يعني absorbed مني. فانا خلينا استخدم كلمة absorbed لان هو ده المصطلح اللي احنا هنشتغل عليه، absorbed from، يعني لازم اكمل الكلمة بالبريبوزيشن بتاعها بحرف الجر اللي وراه، absorbed from. يبقى ال 10 جنيه absorbed from الاب علشان deliver to الابن، يعني اتخذت من الاب علشان ايه؟ تمنح للابن. يبقى هنا ايه؟ اخذت، ماشي، بس في طبعا تشكيل، اخذت وهنا ايه؟ منحت. يبقى اخذت من الاب 10 جنيه علشان تمنح للابن، absorbed from الفازر علشان تدليفر تو الابن. يبقى نفس الحاجه احنا قلنا لو الباور بتاعتي اقل من الصفر فهي absorbed from، ماشي، absorbed from مين اللي انت بتتكلم عنه؟ absorbed from الاب، يعني absorbed from الايه؟ السيركت انسايد ذا بوكس. يعني لو الاب ده انا حاطاه في صندوق كده وبقول ان الباور بتاعت الراجل ده بالنيجاتيف، فده معناه ان الباور دي اتاخدت منه. طب والابن بالنسبه له الباور كانت بالموجب، فده معناه ان الباور دي ايه؟ delivered to الابن، يعني راحت بالنسبه للابن. نسقط الكلام ده كده ايه تاني، فبيقول لك هنا كلمه absorbed يعني اخذت، وdelivering يعني اعطيت. فهنا بيقول لك ايه؟ ان لو الباور بتاعتك اكبر من الزيرو الباور is being delivered to the circuit inside the box، ماشي، يعني الباور بتروح للسيركت inside the box. طب لو انا عايز اشيل كلمة delivered to على بعضها، ممكن احط مكانها ايه؟ كلمة absorbing. ما هو انا اقدر اقول ان الابن، ان الباور دي delivered to، يعني لو انا بتكلم عن الباور فالطاقة منحت لي الابن، او اقدر اقول ان الابن بي absorbing بصفة عامة من غير اي حروف جر بعدها، بي absorbing الباور، ماشي. فهنا بيقول لك ان كلمة delivered to على بعضها، وبأكد انها على بعضها، equivalent لكلمة absorbing. ولو الباور بتاعتي اقل من الصفر، يعني انا الفلوس اللي معايا قلت، يبقى absorbed from، يبقى الباور absorbed from السيركت انسايد ذا بوكس اللي هو كان الاب، اتاخدت من الاب. فلو انا عايز اشيل absorbed from على بعضها هقول ان الاب بيدي فلوس، يبقى الاب ايه؟ delivering او developing الايه؟ الباور. عشان محدش يحس ان الكلام متعارض، ولا سيما ان هو بيستخدم في الشابتر ده والشابتر اللي جاي تقريبا كمان بيستخدم نفس المصطلحات، ويجي بداية تقريبا من شابتر 4 يبدأ يقولك هي اي باور اكبر من الصفر اسمها absorbing power، اي باور اقل من الصفر اسمها delivering power، من غير حروف جر. فتيجي الناس تتلخبط تقولك هي مش كانت deliver قبل كده، ايه اللي خلاها absorbing دلوقتي؟ فانا عايز اقول ان بصفة عامة القاعدة بتقول طول ما الباور بتاعتك
اكبر من الصفر فهي باور بتاعتك ايه؟ delivered to، ماشي؟ يبقى انت بتديها للدايره اللي جوه الصندوق، يعني اما انك تقول انها delivered to الصندوق، او بالعربي اعطيت للي في الصندوق، ماشي؟ او انك تقول ان اللي في الصندوق بيabsorbing الباور بصفه عامه من غير حرف جر. ولو قلنا ان الباور بتاعتي ماشي اقل من الصفر، ده معناه ان الدايره اللي جوه الصندوق ديت اتاخد منها فلوس، اتاخد منها باور، فده معناها ان هي ايه؟ absorbed from، وده اللي احنا بنشتغل بيه في الشابتر اللي احنا فيه ده، اتاخدت من الصندوق، او ان هي equivalent لكلمه ان الصندوق ده بيطلع الطاقه بصفه عامه. ما تتلخبطش، يوم ما تحس انك متلخبط ممكن تبقى تحفظ مصطلح واحد بس وتمشي بيه، سواء عايز تمشي بيه دلوقتي او تمشي بيه في الشابترز المتقدم. بس انا باكد ان مفيش اي كونفليكت ما بين المصطلحات، اللي بتاخد دلوقتي واللي بتاخد بعدين، افهمها بالعربي وبعد كده ترجمها زي ما تحب. تاني حاجه بحب انوه عليها، ان في الشابتر ده معظم المسائل بيعامل لك ان الدايره كلها عباره عن مجموعه من الصناديق اللي مقفوله، ما بيقولكش مين فيهم كان مصدر، مين كان مقاومه، مين كان مش عارفه ايه، هي مجموعه من الصناديق كده مقفوله، ويجيب لك تيارات داخله وتيارات خارجه، يقول لك قول لي الباور بتاعت كل اليمنت عباره عن ايه، وفي الاخر قول لي هل الدايره دي تنفع ولا مش تنفع. الدايره تنفع او ما تنفعش، ايه اللي بيحكم العلاقه دي؟ ان المفروض في الاخر خالص السميشن بتاع الباور الديليفرد، الباور اللي هي طالعه بيساوي السميشن بتاع الباور الابسوربد، الباور اللي طلعت بتساوي السميشن بتاع الباور اللي اتصرفت او اتاخدت في الدايره. لو العلاقة دي مش متحققة، ده معناه ان الدايرة دي او الكونكشن دي not valid او invalid، ما تنفعش، ماشي؟ فالشرط الوحيد عشان اقول ان الكونكشن valid او لا، ان انا اقول ان الباور بتاعتي تكون ايه؟ متساوية مع بعضها. وفي حاجات بتيجي بمجرد النظر. هنا بيقول لك ان الباور زي ما احنا قلنا هي معدل تغير الانرجي، يعني الباور بتساوي التفاضل الانرجي. ولو انت قلت ان الانرجي تفاضل الانرجي بالنسبه للكيو، اكني بعمل فصل متغيرات مثلا، مش فصل متغيرات، هي القاعده الوسيطه، يعني اجيب متغير وسيط ما بين الاثنين، ان دي دبليو باي دي تي عشان اجيبها، فهي عباره عن الدي دبليو باي دي كيو، وكان مين اللي هو معدل الشغل المبذول لتحريك الشحنات؟ كان اللي هو الفولت مضروب في الدي كيو باي الدي تي. ومين اللي هو كان معدل تحريك الشحنات بالنسبه للزمن؟ اللي هو كان الاي. يبقى هي عباره عن الفي في الاي، فوحده القياس بتاعتها هو ايه؟ الوات. هنا بيعمل لي ريفرشمنت للصناديق، بيقول لك كل الحالات تقريبا المحتمله، لو التيار دخل في التيرمينال الموجبه يبقى الباور هتبقى بالموجب، التيار هنا خارج من الموجبه ماليش دعوه بخارج، لف كده معاه ورجعه تاني هتلاقيه دخل على التيرمينال السالبه، يبقى الباور بتاعتي بالسالب. التيار هنا دخل في السالب، تبقى الباور بتاعتي بالسالب. لقيته خارج من السالب، انا ما بحكمش عليه هو خارج، قمت خدته ولففته كده، لقيته دخل في التيرمينال الموجبه، يبقى التيار بتاعي ايه؟ بالموجب، الباور بتاعتي بالموجب. الحاجات دي بتعرفها من المسائل. وهنا بيفكرك تاني، بيقولك بصفه عامه الكلام اللي انا قلته، ان كلمه ان الباور طول ما هي اكبر من الصفر فهي دي absorbing power، اللي هي equivalent to delivered to. باكد على الكلام ده وبقعد اكد عليه عشان الناس ما تتلخبطش، delivered to وما تنساش to، لو قلت delivered بس تبقى غلط. وديليفرنج باور، لو الباور اقل من الصفر فانا عماله اخسر في الفلوس لاني عماله ادي للناس، يبقى انا بديليفرنج الباور بصفه عامه، بدي الناس بصفه عامه. او لو هخصص الكلام على الصندوق، يبقى انا اكن الصندوق ده بيمتص مني الطاقه، يبقى الصندوق دوت ايه؟ بيابسوربد، ابسوربد فروم، قصدي يعني الصندوق ده امتص مني الطاقه، يبقى ابسوربد يعني انا امتص اخدت من الصندوق الطاقه معذره، يبقى انا ابسوربد فروم الصندوق ده الطاقه. يعني لو انا بقول ان الباور بتاعتي اقل من الصفر فانا بخسر لان انا بدي الناس. فلو انا بتكلم عن نفسي كصندوق اهو اسمه اليمنت، يبقى الاليمنت ده اللي هو جوه الصندوق، انا كاليمنت موجوده جوه، بلاش اقول مقاومه، ممكن اكون كويل، ممكن اكون اي مصدر، فبقول ان انا كجوه الصندوق دوت انا بابسوربنج فروم مي، الناس دي بتاخد مني الطاقه بتاعتي. ده مثال، وتعتبر ديت من اشهر الامثله اللي موجوده في الشابتر ده. بيديني مجموعه من الصناديق اللي هي البوكسس المقفوله، ويدخل لي التيار على التيرمينال، ويحط لي بولاريتي معينه للفولت، ويطلب مني في الاخر يقول لي ايه؟ one method of checking calculation involving interconnected circuit elements is to see that the total power delivered equals the total power absorbed. واحده من الطرق اللي انا بحكم بيها على الدوائر او توصيله الدوائر انها تنفع او لا، هو ان انا اتاكد ان total power delivered equal to total power absorbed. الكلام دوت اللي هو equivalent to conservation of energy principle، اللي هو مبدا
او قانون بقاء الطاقه. قانون بقاء الطاقه هو اللي بيقول لي ان الطاقه اللي داخله تساوي اللي خارجه. ليه؟ الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من عدم، ولكن يمكن تحويلها من صوره لصوره اخرى. فهي مش هتروح للهوا، هي جت من حته وصرفت في حاجات تانية. With this soul in mind، بوجود المبدأ ده في دماغك، check the interconnection بتاعت الفجر الموجود ده، وده رقم الفجر في الكتاب، أعتقد ده مش عارف كتاب دورف ولا نيلسون، مش متأكدة. And set weather، هما الكتابين إن شاء الله هيكون معاكم يعني كسوفت وير ممكن تتعاملوا معاهم عادي. And set weather it is satisfied. بنشوف مع بعض المثال ده، وده من أشهر الأمثلة اللي موجودة في الشابتر ده. المثال ده بيتكلم عن قانون بقاء الطاقة، واحنا لما بنقول ان السميشن بتاع الباور delivered لازم يساوي السميشن بتاع الباور absorbed، فده ليه؟ لان ده قانون بقاء الطاقة، ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، ولكن يمكن تحويلها من صورة لصورة اخرى. فلو انا طلعت 100 واط، يبقى لازما وحتما ال 100 واط دولت يستهلكوا في الدايرة اللي موجودة عندي. فبقول one method of checking calculation involving interconnected circuit element is to see that the total power delivered equal to the total power absorbed conservation of energy principle. بيقولك ان احد الطرق الحكم على التوصيلات بتاعت الدوائر ان هي valid ولا لا، او تنفع ولا لا، هو ان يكون ال total power delivered، ال power total اللي هي delivered يعني اديتها للدايرة delivered to. ففي الشابتر ده خد بالك ان delivered بالنسبة له اللي هو معناه ايه delivered to، يبقى ال power ديت اللي هي deliver to السيركت inside the box، يعني السيركت inside the box بتاخد الطاقة، يبقى الباور دي موجبة بتس ايه equal to the total power absorbed from اللي هو السيركت، او absorbed بصفة عامة. فالabsorbed في الشابتر ده معناه اني اقل من الصفر، حتى لو هو ما حطليش اللي هو ايه بيساوي صفر. واحد يقول طب افرض انا اتلخبطت ومش عارف ده اني شابتر ومسألة جات لي كده وخلاص، هتوحد المصطلح في دماغك، تبقى عارف ان البي اكبر من الصفر معناها ايه لو انت عارف المعنى بالعربي، وبالتالي تقدر تترجمه بالانجليزي للكلمه المقابله. هتلاقي ان استنتاجك لكل انواع الطاقه لكل الاليمنتس واحد. يعني انت لو مبداك ان الباور اكبر من الصفر، هي دي اسمها ديليفرنج باور اسمها ابسوربنج باور بصفه عامه، هتلاقي انك كل ما بتطلع اليمنت بالسالب بتحطه في خانه الابسوربنج باور، تحطه في خانه الابسوربنج باور، وكل ما تلاقي واحد بالموجب هتحطه في الخانه التانيه بتاعت الديليفرنج باور. ففي الاخر السمشن بتاعك هيبقى مظبوط زي الايه اللي استخدم مصطلح معاكس ليك، بس المهم انك تكون فاهم المصطلح معناه ايه في الاخر. طيب حل بقى مسألة زي دي ايه؟ بيقول ايه with this so in mind، باستخدام القانون ده وخليه في دماغك، check the interconnection، اتأكد من التوصيلة اللي موجودة دي، and see whether it satisfies this power check، يتأكد هي بتساتسفاي يعني بتوافق هذا المبدأ ولا لا. the current and the voltage value for each element، واحسب وقصدي قيمة الفولت والكرنت بتاع كل element موجود في التيبل اللي قدامك ده. الحل ايه؟ ان انا هعمل جدول مقابل، الجدول ده سوري هحط فيه الباور بتاعت الاليمنت A، الباور بتاعت الاليمنت B، بتاعت الاليمنت C، لحد ما اخلص كل الاليمنتس اللي موجود، وعندي قيمة التيار وعندي قيمة الفولت. هحط بعد كده اقول ان الباور بتاعته بتساوي، هحط الاشارة بناء على ايه؟ لو التيار دخل في التيرمينال الموجبة هحط موجب، لو التيار دخل في التيرمينال السالبة هحط سالب، وبعدين يبقى انا كده هحسب الباور واحط لها موجب او سالب. وبعد كده خد بالك انك ممكن تحط هنا موجب ولكن التيار اصلا قيمته جايه بالسالب، فتبقى الاشاره تتعكس بناء على الناتج اللي طالع ده. لو لقيت الباور بتاعتي اكبر من الصفر يبقى الباور بتاعتي دي delivered to circuit inside the box، ماشي. ولو لقيت الباور بتاعتي دي قصدي الباور بتاعتي اكبر من الصفر، يبقى الباور بتاعتي دي absorbed from circuit inside the box. ولو الباور بتاعتي اقل من الصفر اللي هو ده يا جماعه، لو لقيت الباور بتاعتي بالموجب يبقى الباور بتاعتي هتبقى delivered to circuit inside the box، ولو لقيتها اقل يبقى ان هي absorbed from circuit inside the box. يبقى انا هستخدم الكلمتين دول دي مع الباور الايه الموجبه، ودي مع الباور السالبه. فهاجي هنا في المساله بحط الرولز بتاعتي اهي، الباور بتاعتي اكبر من الصفر، الباور بتاعتي انا مش بكتب على الجدول، انا بكتب معلومه على الجنب. لما الباور اللي معايا تزيد يبقى انا ايه، يبقى انا absorbed from، يبقى انا ايه delivered to، delivered to. ولو الباور بتاعتي بالصفر يبقى انا قليت، يبقى absorbed مني، يبقى اتاخدت ايه مني، absorbed from. هو ده المبدأ اللي انا همشي بيه. واحد يقول لي لا انا هستخدم الباور طول ما هي بالموجب انا هقول عليها absorbing باور، طول ما هي بالسالب اقول عليها delivering باور. مش هتبقى غلط، هتبقى صح، لانك هتطلع في الاخر نفس المحصله.
هحط هنا الباور بتاعت الاليمنت الاولاني الاي اي، هلاقيه دخل في التيرمينال السالبه، فمبدئيا انا هحط سالب. وبعد كده اروح ابص على قيمه التيار، هلاقي 1.6، فين اهو 80 قصدي، مضروبه في 1.6، يبقى هنا 80. بس تاخد بالك ان هو ملي، يعني لسه هتضرب في 10 اس ناقص 3 مضروبه في ال 80، سوري 80 مضروبه في 1.6 اللي هي قيمه الفولت. هطلع الباور من هنا، طبعا الاثنين بالموجب والباور هي اللي قدامها بالسالب، الباور بتاعتي اقل من الصفر، فانا هقول عليها هنا ابسوربد فروم، او الاسهل طبعا انا اكتب كلمه واحده فاقول عليها انها ديليفرنج باور. ماشي. طب الباور بتاعتي البي، هبص على البي اهو من غير ما ابص على اي حاجه في الدايره، لقيت التيار داخل في السالب، يبقى ايه الباور بتاعتي هنا ايه بالسالب. هروح اجيب الاي بي، عبارة برضو عن 60 بس طبعا في 10 اس ناقص 3 مضروبة في 2.6، تطلع برضو بالسالب. انا هحطها في خانة الايه الديليفرينج باور بصفة عامة، او الابسوربت فروم. انا بحبش استخدم الكلمة والحرف الجر بتاعها، انا بحب اوحد مصطلحاتي من اول شابتر، يبقى في خانة الديليفرينج او الديفلوبينج باور. بعد كده ايه، هاجي عند السي، هلاقي ان السي element سي اهو الباور الكرنت دخل فيه الموجب، يبقى الباور بتاعتي بالموجب، فانا احط الباور بالموجب. اروح اجيب بقى قيمه التيار من الجدول، لقيته سالب 4.2، قصدي سالب 50، والفولت سالب 4.2، يبقى سالب في سالب بموجب، يبقى 50 ملي في 4.2 تطلع بالموجب، يبقى دي ابسوربنج ايه باور، ابسوربنج بس مفيش جنبها حرف جر. وهكذا هكمل لغايه الاخر، هيبقى عندي حبه مكتوب عليها ديليفرنج وحبه موجود عليهم ابسوربنج. اجمع الديليفرنج مع بعض واجمع الابسوربد مع بعض، هلاقيهم الاثنين قد بعض، فلما يبقوا الاثنين صح زي بعض يبقى ديت اسمها ايه، ان الكونكشن ديت ساتسفاينج باور تشيك كونديشن، او ان هي بيقول عليها ان الكونكشن بتاعتي فاليد، يعني ايه تنفع انها تتوصل في العملي اهو. هلاقيه زي ما انا قلت كده مطلع الباور اللي هي بالسالب، الباور الاقل من الصفر، قال عليها ديليفرنج باور بصفه عامه، بدل ما يقول بقى كلمه ابسوربت فروم وديليفرد تو ابسوربنج اهوت، الباور طلع بتاعته بالسالب. ماشي. يعني هو اتاخدت منه فقال عليها ديليفرنج باور. ممكن نمسح السلايد، الباور هي طالعه بالسالب قال عليها ديليفرنج باور، هلاقيه حاطاه في خانه الديليفرنج او الديفلوبنج باور اهي. بعد كده السالب الثانيه حطاه هنا، طبعا بيحطها من غير اشاره خلاص. طب والابسوربنج باور لما جه حسب الفي سي طلعت بالموجب، يعني هو زاد، يعني ايه يعني الباور دي ديليفرد تو، اهو مش هقعد احط بقى ديليفرد تو، قام حاطط كلمه ابسوربنج بصفه عامه واسمها ايه ابسوربنج باور. ففي الاخر اتاكد ان المحصله بتاعت اللي داخل بيساوي اللي خارج 444 في الحالتين ملي وات، فالكونكشن بتاعته ايه فاليد. مثال تاني مشهور في الواقع العملي، بطارية. لما بطارية بتريح بتاعت العربية، بتجيب انت عربية تانية بتوصل البطارية بتاعتها بالتانية، يعني في عندك عربية A والعربية B، في واحدة منهم البطارية بتاعتها مريحة. حلو كده. البطارية المريحة بتاعتها ماشي، فانا بوصل السالب بالسالب والموجب بالموجب لغاية دلوقتي، ده كده التوصيلة اللي هي الايه اللي موجودة في الواقع العملي. بس السؤال بقى، مين اللي عنده ديد باتري، ال A ولا B؟ هو ده السؤال. When a car has a dead battery, it is often it can be often be started by connecting the battery from another car across its terminal. The positive terminal are connected together and as are the negative terminals. لما بيكون عندك بطاريتين عربيتين يعني، وكده في واحدة منهم البطارية تعبانة، بنوصل أو مريحة زي ما بنقول، بنوصل البطارية بتاعت العربية الشغالة مع الديد، وبنوصل الموجب بالموجب والسالب بالسالب. الكونكشن موجودة اهي في الصورة، assume ان الكرنت از ميجرد، وتلاقاه الكرنت كانت قيمته 30 امبير. انت بيقول لك assume ان الكرنت بتاعك كان 30 امبير. What car has a dead battery؟ مين العربية اللي عندها dead battery؟ امشي ورا التيار كده، هتلاقي ان التيار بتاعك ماشي في الموجب، ودخل على قصدي ماشي في اللاين الاحمر ده، دخل على الموجب بتاع ايه؟ يبقى بالنسبة للايه؟ البار بتاعتها بالموجب. وهو ارجع معاه كده تاني، هيمشي في السالب ويدخل على السالب بتاعه البي، وبالنسبه لي البي هو دخل في التيرمينال السالب، والتيار قيمته موجبه 30 امبير، والفولت قيمته موجبه 12 فولت. حلو. يبقى دي عباره عن 360 واط، يبقى ده هيبقى 360 واط وده هيبقى 360 واط. بس السؤال بقى، مين فيهم اللي عنده ديد باتري؟ اللي قيمه الباور بتاعته بالموجب، ده معناه ايه؟ ان هو اللي احتاج ياخد، هو اللي زاد في الباور بتاعته، ف
فهو اللي اخد، فهو اللي كان ابسوربنج للباور. يبقى الباور ديليفرد فروم الكار بي للكار اي، ماشي. انما الكار بي العربيه رقم الليتر بي، يعني العربيه اللي اسمها بي، الباور بتاعتها كانت بالنيجاتيف، يعني اتاخدت باور من البطاريه بتاعتها قيمتها 360، عشان كده طلعت بي النيجاتيف. بعد كده بيقول لك لو الكونكشن ديت اتوصلت لمده 1 مينيت، هاو انرجي از ترانسفيرد تو ديد باتري. طب احنا عندنا ان الانرجي بتساوي تكامل الباور دي تي، فلو انت وصلتها لمده دقيقه اللي هو 60 ثانيه، هتكامل ال 360. هتطلع ايه؟ 360 في التي، بعد كده هتشيل التي وتحط 360 في الستين ناقص الزيرو، وتحسب قيمة الانرجي، ممكن تحطها بالجول او بالكيلو جول. فهنا بيقولك الاول، يعني ده الشرح اللي كان موجود، ده شرح يعني الكلام الموجود. المهم بيقولك في الاخر since the power is positive، لان نتيجة ان الباور بتاعت الايه positive، the car A is absorbing power so car A must have the dead battery، هي اللي اكيد عندها dead battery. وده مثال مشهور بيحقق لك او بيفهمك برنسبل حقيقي موجود في الواقع العمل. مسألة تانية من المسائل المشهورة في الموضوع ده، هو ان يديك تيار بجراف معين ويديك فولت بجراف تاني، ويطلب منك انك ترسم الانرجي او ترسم الباور، او هو في الغالب بيطلب منك انك ترسم الباور وبعد كده يطلب منك حساب الانرجي، لان هو دولت وجهان لعملة واحدة، فهو يسأل في الباور وبعد كده يسأل في الانرجي. انا بعتمد على ايه؟ ان الباور بتساوي الاي في الفي، فانا كل اي هضربها في الفي وارسم تحتها. هنشوف ايه اللي تشكل او ايه الطريقة اللي انا بمشي بيها. بقول the voltage and the current at the terminal of the circuit element اللي موجودة في circuit element A، ده فيجر واحد. الرسمة دي موجودة في كتاب نيلسون، أول حاجة في الشرح، وده التكست بوك الريفرنس بتاعنا. are shown in figure 4. احنا عندنا في تو تكست بوك بالمناسبة، في نيلسون وفي دورف. نيلسون ده الأساسي اللي بنشتغل منه، دورف ده فيه بعض الأمثلة التوضيحية موجودة بشكل أوضح في بعض الموضوعات، مش في كلها يعني، بس يعني عامة نيلسون هو يعتبر المرجع الأهم يعني. المهم ان هو بيقولك ان الفولت والكارنت متوضحين في الشكل اللي قدامك ده، سكتش الباور فيرسس التايم، عايزك ترسم الباور اجينست التايم، طبعا ده الكارنت اجينست التايم بالفولت، وبعد كده برسم واحد تاني للباور اللي هو عاوزني احسبها، وحده القياس بتاعتها الوات، وده التايم بالملي سكند، وابدا اوصل خطوط راسيه عند كل نقطه فاصله. هنا عندي التيار متقسم بشكل احسن من الفولت، يعني عندي هنا نقطه وفي هنا نقطه كده نقطة، كل واحدة كده بظللها لان دي مطلوبة احسب عندها ايه الباور، حتى النقطة لغاية ما اوصل للتمانين، فهنا كده التمانين، فانا هحسب عند التمانين كمان. طب بالنسبة للفولت، ادي نقطة ودي نقطة ودي برضو نقطة، يعني خد بالك ان الكيرف ده كان تمانية ونزل مرة واحدة عدى الصفر ونزل السالب تمانية، وبعد كده دي برضو سالب تمانية ودي سالب تمانية، ودي هتبقى صفر صفر، وبعد كده ايه سالب تمانية تاني، سالب تمانية قصدي تمانية تمانية تمانية، وبعد كده نزل ليه الصفر. مطلوب ان عند كل دايره انا عملت عندها احسب الباور، فعند النقطه الاولانيه التيار كان بصفر، فما فيش داعي ان انا احسب الباور، التيار بصفر، الكرنت زيرو، مضروب في 8 يطلع هنا ايه زيرو. بعد كده عندي 250 ملي بالموجب، وهنا 8 بالموجب هيديني قيمه باور بالموجب، مش اللي هي قيمتها كام؟ 8 في 250 ملي، وما ينساش ان في ملي، اوصل ما بينهم بايه؟ بخط مستقيم. بعد كده عندي النقطة دي حصل لها ايه؟ انها نزلت للصفر، بعد كده سالب 8، فاللي يحصل ان القيمة دي هتتعكس مرة واحدة لنفس القيمة، بس معلش مقدرش انزل اكتر من كده تحت عشان البوردر بتاع الصفحة، هتبقى سالب 8 في 250، وهرسم بقى ايه كده اللي هو الخط، خط مستقيم، حاول ارسمه لان الجرافيك تابلت الريزوليوشن بتاعته مش ظريفة يعني، يا ساتر. فده كده كان من 8 في 250، بعد كده الفولت اخد عند نقطة واحدة اخد 3 قيم، كان 8 نزل لصفر، بعد كده نزل لسالب 8 في لحظة واحدة، فالباور هتبقى من 8 في 250 لصفر لغاية ايه سالب ايه 8 في 250. اللحظة اللي بعدها الفولت كان بسالب 8 ولكن التيار كان بصفر، يبقى النقطة ديت هتبقى الباور بتاعتها بكام؟ بصفر، فانزل هنا كده ووصل الخط ده بصفر. اللحظة اللي بعدها الباور كان الكرنت الفولت كان بسالب 8 والكرنت كان ب 250، يعني سالب 8 في 200 سالب 250 يطلع لي قيمة موجبة اللي هي نفس القيمة دي، فهاجي عند الحتة دي وهعمل نفس القيمة اللي هي 8 اللي هي سالب 8 في سالب 250، فتديني حاجة موجبة،
تبقى خط مستقيم، خد بالك ان هي استقامة خط مستقيم واحد يعني ما نحكمش عليها بالثابت. هنا عندي الفولت بالصفر بيبقى مفيش باور هتتحسب، يبقى في الحتة دي كده بوصل خط مستقيم بالزيرو وارجع اوصل الباور بالشكل ده، وبعد كده هلاقي النقطة اللي عندي ديت 8 وده سالب 250، يبقى الباور هتنزل لنفس القيمة بس في السالب اللي هي تبقى سالب 8 في 250، ده شكل الباور عند النقطة دي. بعد كده عندي النقطة اللي بعدها طلع هنا برضو زي ما هو في 8 ولكن الكرنت كان بصفر، فالباور تمشي هنا كده ايه بصفر. وبعد كده هاجي عند اللحظة اللي بعدها كانت ب8 ولكن الباور كانت ب250، فتطلع عند قيمة موجبة. وبعد كده الفولت اخد زيرو ما تغيرش ولكن الكرنت اتغير، فمش هيفرق لان الباور هتديني ايه معتمد على الاتنين، فلو واحد فيهم بصفر يبقى هي بتدي صفر، فتديني صفر لحد ما اوصل للحظة 80 ملي سكند. هو ده شكل حساب الباور. النقط دي كلها ثابتة يعني هو القيم بتاعة الكرنت والفولت ثابت، فهي عبارة عن 208 في 250 ملي بالموجب او بالسالب، هحط الموجب فوق والسوالب هحطها في المكان اللي تحت، كل اللي على اللاين ده بيساوي صفر. ده شكل الرسمة اهو ده، ودي طبعا عند اللحظة اللي هي عند 80 ملي سكند. طبعا هو المفروض ان انا عايز احسب مين الانرجي. الحل المثالي نحسب الانرجي، احنا بنقول ان الانرجي بتاعتي هي عبارة عن ايه، عبارة عن تكامل البي دي تي من زيرو او قصدي من تي نود لحد ايه التي اللي هي اللحظة زمان انت هتجيب عندها. هو الراجل طلب مني عند لحظات معينة، طلب عند 10 وال30 وال80، يعني عايز يعمل الباور عند 10 اوميجا 10 قصدي الانرجي عند 10 والانرجي عند 30 والانرجي عند 80. التكامل رياضيا هو المساحة تحت المنحنى، ففي انت ممكن تكامل عادي براحتك، بس انت اوريدي ما جبتش المعادلة دي رامب، فانت ممكن تجيب معادلة الرامب وتكملها. بس في حل احلى انك تجيب المساحة تحت المنحنى ماشي، فالمساحة هي مثلا هو عاوز يجيب عند 10، فعند 10 المساحة هي الحتة دي بس، فالمساحة بتاعت دي عبارة عن ايه، عبارة عن نص الطول، نص طول القاعدة في الارتفاع. نص طول القاعدة، القاعدة بتاعتي طولها 10 ملي سكند ماشي، يبقى نص 10 ملي سكند مضروبة في الارتفاع اللي هو كان 8 في 250 ملي، يبقى نص طول القاعدة في الارتفاع هيطلع لي هنا رقم. بعد كده طلب ان انا احسب له عند 30، عند 30 اللي هو لغاية النقطة دي، يبقى انا مطلوب احسب المساحة دي والمساحة دي والمساحة دي، دي بالموجب ودي بالموجب ودي بالسالب. طبعا في سيمتري القيم كلها تقريبا واحدة، يبقى هي هتبقى عبارة عن المساحة بتاعة المثلث اللي فوق اللي هي اللي انا حسبتها قبل كده، بس بما ان فيه 2 فاكيد هضرب في 2، يبقى 2 في الاوميجا بتاعة 10 المساحة دي ماشي، زائد المساحة بتاعة المثلث اللي تحت اللي تطلع بالسالب اللي هي نصف طول القاعدة في الارتفاع. القاعدة الطول بتاعها اللي هو كام برضو 10 بس ملي، والارتفاع بتاعي سالب 8 في 250 ملي. طب لو هو عاوز بقى عند 80 اللي هي اخر حاجة خالص موجودة، هلاقي عندي هنا ايه المثلثين دولت كمان هيتجمعوا ويتزودوا معايا، فاكني مساحة المثلث اللي فوق ده مضروبة في 3 ومساحة المثلث اللي تحت ده مضروبة في 2، فده هتبقى اشارته بالسالب وده اشارته بالموجب. المسائل ديت اهميتها في انها بتعمل زي ريفرشمنت ليك بس على القانون بتاع حساب الباور والقانون بتاع حساب الاوميجا. يهمني ان انت تبقى عارف ان الباور هي محصله الاي في الفي، مجرد ريفرشمنت رياضيه، وانا باكد على معلومه ان السيركت ما هي الا رياضه، هي ماثماتكس، يمكن ما هيش تقيله زي الماثماتكس ولا حاجه، بس هي بشكل اساسي معتمده على قدرتك انك تعمل مانيبيليشن لاي عمليه رياضيه، ما بنعتمدش فقط على المعلومة الهندسية اللي انت بتاخدها، لا ده هي الحل بتاعها اساسا معتمد على قدرتك انك تكمل المانيبليشن بتاعتك. يبقى المحاضرة الاولانية نقدر نقول اللي احنا طلعنا بيه مهم، بعيدا عن المصطلحات بتاعت الاي والفي والاليمنتس بتاعت الدايرة، اهم حاجة عرفناها النهاردة هي الباسيف ساين كونفنشن، ان التيار لما يطلع في اتجاه يدخل الموجب بتاع الاليمنت يبقى اتجاهه البار الفولت رايح عليه يبقى بالموجب، اي حاجة عكس كده يعني لو دخل في السالب تبقى الباور او الفولت بتاعه بالسالب. عرفنا معلومة تانية المهمة هي الباور، الباور طول ما هي اكبر من الزيرو يعني انا كسبت طاقة. ترجم بقى كسبت دي للمصطلح اللي انت عاوزه، اما انها تقول انها الباور دي delivered to circuit inside the box، السيركت اللي جوه البوكس دي كسبتها،
او ان السيركت اللي جوه البوكس دي بتابسورب الباور بصفه عامه، بتمتص الطاقه بصفه عامه. ولما الباور تكون اقل من الصفر ده معناه ان انا بخسر الطاقه بتاعتي، بصرف على حد اكني انا الاب، فده معناه ان انا بديليفرنج الباور، بأعطي الطاقه بصفه عامه، او ان الدايره اللي جوه البوكس ديت ايه، ابسوربت فروم حد ما طاقه معينه. واخر حاجه عرفناها مفهوم الطاقه الابسوربد والديليفرد في الواقع العملي عامل ازاي، وخدنا عليه المثال الشهير بتاع العربيه لو البطاريه بتاعتها مريحه مين بيقوم التاني، وازاي تقدر تعرفها بمجرد ما تتخيل شكل الكارنت اللي موجود عندك. نقابلكم ان شاء الله المره الجايه في محاضرات اكثر تفصيلا في الكتريك سيركت.